السلام عليكم، يسعد اوقاتكم، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو بدنا نسمع تصريحات وكلام الكابتن نزار محروس حول المنتخب الصيني الموجود ضمن مجموعه سوريا لتصفيات كاس العالم تصفيات امم اسيا، فبتمنى منكم تشاركونا رايكم تسمعوا هذا الفيديو للاخير. عندك نزار نفس اللي حكيته، هو في نقاط واضحه، يعني نحن اليوم كفنيين نقاط واضحة. هلا الجاب الموجود مثل ما قلنا بين اللاعبين اللي برا واللاعبين المحليين واضح. اللي بحب طمن أنا الناس إنه نحن هلا 18 نقطة بتصور ممكن نصلها بهاي المجموعة، وهذا بيعطيك أدفانتج كبير إنه أنت حتكون متأهل للدور الثاني. سواء طبعا هي على الأقل، أنا إذا ما ربحت على الصين 18 نقطة بأهلوك قادرين طبعا، بس اذا ما ربحت على الصين عندك 9 نقاط من الفرق هذول، الفلبين وجوام ومالديف تقريبا بالاياب ممكن تحصدهم كمان 9 9 18. ما بتصور بقيه مجموعات المركز الثاني حيحصل 18 نقطه. نحن اجينا بمجموعه يعني كثير مهمه انه تريحنا، انه ممكن نتاهل كافضل 4 ثواني اذا ما فزنا على الصين. اذا فزنا على الصين ان شاء الله راح يكون ترتيبنا الاول. إذا نحن موضوع التأهل بتصور بإذن الله شبه محسوم بإذن الله. بيصفى موضوع الأداء وهالقصص، هي حكينا إنه الأسباب اللي قلناها الكل صار بيعرفها، إنه في فجوة بالمنتخب بين اللاعبين بشكل عام المحليين واللي عم يلعبوا بالدوريات الثانية والنقاط اللي حكيناها. لكن النقطة اللي أنا اللي لفتت انتباهي فراس إنه هو كان حابب وجهة فجر، تحترم وجهة نظره لأنه كمدرب هو هاي وجهة نظره. أما في مدربين ثاني بيقول لك لا، بدأ مع التصفيات لازم ينهي مع التصفيات تماما، كمان هاي وجهة نظر تحترم. إذا ما بصير نحن هون يعني لازم هاي تحترم وهي تحترم، هاي وجهة نظره تمام 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 يحكم. يعني أنا مسموعة وجهة نظر المدرب ومسموعة وجهة نظر الآخرين. أنا بقول لك وجهة نظري إنه بدأ مع التصفيات لازم ينهي مع التصفيات، هي باختصار هذا الاستراتيجية. حسألك سؤال، بظل كل الأخطاء أو الظروف، بتقولوا ظروف بنقول أخطاء، يعني نفترض إنه في وضع غير جيد أو غير مستقر بالأداء الفني، شلون قادرين نربح على الصين؟ قلت لي طبعا، وأنا طبعا أكيد كلياتنا بنتمنى. الصين إحنا كثير مواقف ومباريات فزنا عليها. إي الصين. لكن الصين اليوم خلينا نحكي الصين اليوم مع ليبي اللي ارتفع مستواها كثير، اللي صار عندها لاعبين مجنسين. وليبي اللي هو عمل نقلة نوعية من 3 سنين بالتصفيات، من الذهاب بالإياب اختلف الفريق الصيني. ليبي مستوى مدربين عالي، لكن برضو مع إنه مستوى الصنف الأول ما قدر باللاعبين المحليين يعمل منتخب قوي. وصل لقناعة وترك أوكي. المنتخب قال لهم بهاي العقلية وبهدول اللاعبين ما بتقارعوا صح. كبار آسيا شو الحال؟ قال لهم بدكم تجنسوا. هذا رغم أنه مدرب على مستوى عالي قال لهم بدكم تجنسوا، فراحوا وجنسوا لاعبين حتى يرتفع النسق ويرتفع أداء اللاعبين ويصير في هيبة وكاركتر فريق عالي المستوى. إذا المدرب بده دائما أدواته اللاعبين، إذا ما الكواليتي عالي ما بيقدر المدرب لو فكره عالي ممكن يحسن هاي المدربين. برجع بقول لك مدربين الصنف الأول بدهم شيء على الجاهز معلب، هو ما مستعد يتعب ليل نهار مثل المدرب المحلي والوطني بده ينحت انطق أيوة الحجر. في سؤال حيدني كابتن، نحن كنا وصلنا لمركز 153 عالميا، يعني تراجعنا بطريقة فظيعة من حوالي 60، رجعنا قبل بطولة آسيا نزلنا وصلنا للمركز 77 و73 75 يعني أنا برأيي هالأرقام كثير مهمة. طب ليش ممكن نرجع لل 153؟ لا ممكن نوصل. أنت تحسن يعني تصنيفك نتائجك بتصفيات كأس العالم، المباريات الودية عليها كمان على أيام الفيفا. طب ليش نزلنا النزلة يعني؟ كان في مباريات بالأيام الفيفا تعرضنا لخسارات، بس كان في أزمة بالبلد، وكان في أزمة في ما عم تلعب مباريات، لأنه مباريات حتى بتاخذ. بس أنت ارتفع تحسنك يعني أنت بالأزمة ارتفع. هل هو اللاعبين المحترفين مثلا؟ هون السؤال يعني نفس التشكيله، خلينا نقول التشكيله الدفاعيه هي نفسها كانت مع السيد ايمن حكي. انا بعتقد محمد اللاعبين المحترفين لهم دور كثير كبير بنتائج المنتخب. هذا السؤال موجود انه نحن دفاعيا
يمكن نفس العناصر تقريبا كانت موجودة مع السيد أيمن الحكيم، وكان ما يميز الفريق وقتها هو الانضباط الدفاعي والأداء الدفاعي الصلب. خليل، هلا نظرة المنتخبات الآسيوية لك ما قبل تصفيات كأس العالم وأثناء تصفيات غير نظرتها ما بعد. تمام. هلا ما قبل انت رحت لعبت بماليزيا، ماليزيا بلد بعيد ما في ضغط جمهور، اول اللاعبين كانوا طالعين مثل ما قلنا حابين يقدموا شيء بهالتصفيات، يعني حابين يقدموا نفسهم بشكل كبير كلاعبين محترفين كلاعبين متعطشين، بس كمان في رطوبه وجو سيء في 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 بس يعني لا ما مثل يعني هلا بضل الجو بيختلف عن الخليج، في امطار في اجواء بتناسبنا اكثر، بس انا عم بحكي انه المنتخب تصفيات كاس العالم كبر على جراحه ولعب ب بعيدا عن الاوضاع الاجواء المحيطه هلا بمنتخبنا ان كان نتائج اداء هذه الامور، خلينا نفترض انه الموضوع بعيدا عن هذه الاحداث اللي صايره، كره القدم السوريه وجهه نظر تحتاج خبير أجنبي على مستوى عالي أم هناك مدربين وطنيين قادرين أنه يغيروا الوضع الحالي؟ وأتمنى نكون كتير واضحين بهذا الموضوع، العالم كتير سألت هذا السؤال، ومن خبرتك وصدقك وصراحتك نتمنى أنك تفيدنا. هلا أنا دائما بقول الواقع عنا بسوريا، هل يتقبل مدرب أجنبي على المستوى؟ اليوم مدربين الأجانب يعني مستويات، المستوى والتصنيف الأول مستحيل يجي لعندك، اللي بيقبض بالمئات آلاف الدولارات بالشهر هذا التصنيف الأول مستحيل يجي لعندك، وهدول المطورين، وحتى الصف الثاني مستحيل يجي لعندك، والثالث يعني ممكن يجي لعندك المستويات الرابعة والخامسة اللي هي مو ملاقي شغل أو مثلا حابب يعمل مغامرة، وبالتالي بيجي وبعد فترة الناس تبدأ تنقضه بيقول لك ما ساوى شيء. ليش؟ لأن المدرب الأجنبي المطور بده جهاز معه متكامل، بده أرضية صلبة يشتغل عليها، مقومات النجاح تكون من الألف إلى الياء موجودة. أنت بهذا الواقع اللي عم يطلب مدرب أجنبي أو خبير أجنبي، على عيني المدرب الأجنبي أفضل إن كان قلت لك المقومات موجودة، أما مقومات مو موجودة ولا تصلح نهائيا لاستقدام أي مدرب أجنبي، وكان في مدربين أجانب كثير إجوا حتى قبل الأزمة وانتقدوا وراحوا بخفيحني. حاليا أنا اللي بشوفه يعني بلدنا مليئة بالكفاءات الوطنية وعم تشتغل برا وشافت مدارس، بس يا أخي ما في ثقة بين الطرفين، وما في يعني منحس أنه في فجوة بين المدربين اللي هن قادرين يعملوا قفزة مع المنظومة العمل. يعني عنا كفاءات، عنا محمد قويض، عنا عماد خانكان، عنا جطل، عنا ياسر سباعي، ما بدي انسى حدا، يعني عنا مدربين صار لهم فترة من الزمن برا وقادرين وشافوا كيف بيتعاملوا مع نزار. هو موضوع مالي فقط؟ لا المال شيله مع جنب، هو عمل متكامل المنظومة بشكل اليوم عام. اليوم تمام كرة القدم السورية شو بينقصها؟ خلينا نقول يعني ما بدنا نحكي بتفاصيل، بس شو بينقصها لنعمل هاي الخطوة؟ يعني اليوم عم نشوف الدوري السوري لاعبين عم بيكون عقودهم تتجاوز 30 و40 مليون ليرة سوري ومدربين كذلك الأمر، شو هاري بينقصنا؟ هل هو فقط هذا الموضوع حينجحنا، ولا نحن بحاجة لملاعب، بحاجة لأكاديميات، بحاجة لمطورين مثل ما تفضلت، بحاجة لعودتكم كمجموعة الأشخاص اللي خارج سوريا؟ والله بنقصنا الصدق والشفافية والثقة المتبادلة والتكاتف بين فريق العمل. يعني اليوم بتلاقي أنت اتحاد، زي ما نحكي على الاتحاد، بتفوت على الاتحاد ما بتحس حالك فايت على المؤسسة. يعني أنا اليوم شفت كل اتحادات الوطن العربي، ما بدي أحكي على أوروبا، يعني شفت بأوروبا بالوطن العربي بتفوت على أي اتحاد رئيس اتحاد ما حدا بيعرفه، ما حدا بيقرب عليه، في دائرة للحكام، في دائرة للتسويق، في دائرة للمسابقات، في دائرة للمنتخبات، في دائرة للجان، كل دائرة فيها مكاتبها ورئيس المكتب والدائرة هو شغله لحاله وشغل منظم وشغل احترافي وكله
على اعلى مستوى. نحن لحد الان تصور اتحادنا يمكن غرفتين وامين لا 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 الاتحاد لا لا لك مكاتب لا مرتب المكاتب يعني هي هي خليني احكي لك ملاحظه هلا انا تسمح لي فيها معلش. اليوم نحن رئيس اتحاد مؤقت باوكرانيا، اعضاء الفنيين الثلاثه موجودين بدمشق، مدير المنتخب هو او هو رئيس البعثه، في تخبط اداري كثير كبير عم يوصلنا لهي النقاط. هي صحيح لجنه مؤقته ولكن هي هلا بالمعمعة الكرويه لانه عنا هلا انا ما بلوم اشخاص بس نحن هذا عمل منظومه. انا ما ايوه انا ما بلوم اشخاص، ممكن يكون في اشخاص كفؤين لكن عم بيصطدموا بواقع ما بيقدروا فيه. نحن طيب. عم نحطها هلا نحن هلا لك شغله، من امتى بدا الاحتراف عنا الفعلي؟ بعام 2002 يمكن لا قبل 2000 2001 بهالتوقيت نحن جبنا اول لاعبين محترفين قبل 98 بقى. طيب لحد الان احنا 2019 تمام، نحن شو طورنا بالاحتراف اذا بدنا نحكي بشكل سليم؟ ولا شيء، بالعكس تراجعنا. اليوم انت معك سياره موديل 1960 بوقتها كانت حديثه 1960، انت عم تسابق فيها لهلا 1960 عم تسابق 2019 ما في ابديت للانظمه والقوانين الاحتراف. يعني انت اليوم بهالسياره بدك تسابق الروز رايز والمرسيدس اليوم يوميا في شيء جديد بالاحتراف. نحن بدأنا بشيء جيد بالاحتراف وتراجعنا هلا صح في سنوات أزمة، نحن هاي ما حدا بيسترجع يحكي إنه أخرتنا هي غصبا عنا، لكن حتى ما بالأزمة يعني ما كنا عم نشوف فيه عم نواكب. اليوم الاحتراف فيه كل يوم شيء جديد، وانت لساعتك محلك من 2000 انت محلك، وكل يوم في ابديت كل يوم في تحديث كل يوم في تطوير. طب هلا هذول كلهم سبقوك وانت لسه محلك. انت بتعتمد على الشوفير، اذا الشوفير منيح ممكن تحقق شوي نجاحات. طب انا الفزعه والحماس والطفرات هي بتزبط معك مره، نحن دائما بيجي عنا اجيال تحمل الواقع اللي عنا المزري بكل رياضه، فهذا الجيل بيتكرر كل كذا سنه مره. الجماهير المتعطشه بتصير بتحلم انه منتخبها يحقق الانجاز. طيب هذا ممكن يصير عم بقول لك مره بكل 10 سنين كل 15 سنه، لكن اذا بدك تحكي كتطوير وكعلم بدك تحط لبنه اساسيه للتطوير وتمشي عليها وتحصد بعد سنوات مو هلا دغري على السريع. بنهاية هذا الفيديو بتمنى يكون نال إعجابكم، لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل خيار الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وبتمنى منكم شاركونا رأيكم حول هاي التصريحات، وشكرا لكم.